3-0 على الشلال كابتن محمد البنان، مبارك لكم بعد الفوز، كلمنا على الفوز هذا. الله يبارك فيك اول شيء. الحمد لله شباب لعبوا والله زين، وبعضهم يعني حتى الفريق والنعم الفريق الثاني الشلال معاهم محترفين، ومعاهم اتوقع مدى حارس يعني كان حارس برازيلي وفي يوم محترف ثاني. اي محترف ثاني، والحمد لله قدروا الشباب ان يادون عليهم ويعطيهم العافيه صراحه لفريقنا وفريق الثاني. كابتن بما انك تلعب نادي العربي، يعني هل النادي يسمح لكم تلعبون بهالدورات؟ يعني ما خاف انه تصاب يعني تاثر على النادي العربي؟ والله الدورات الرمضانيه هي حق المتعه يعني الوناسه وكذي، يعني فيعطونا فرصه ان نلعب الدورات هذه الرمضانيه وكذي، ونستفيد منهم اكيد يعني. كابتن في تدريبات قبل المباريات، يعني تراقبون الفريق اللي راح يباريكم ولا تدخلون المباراه تشوفون؟ لا والله ما في تدريب، بس يعني نشوف نقدر بالتلفزيون او شيء نشوف الفريق الثاني قدراته وكذي ونبدا يعني. ما شاء الله عليكم، يعني الكويتيين قاعد نشوف انه تفاهم كبير بينكم، يعني كنا لاعبين من قبل يعني اكثر من مباراه، هذا قاعد نشوفه احنا. الحمد لله انا وياي بعد اخوي حمود الغريب معي بنادي العربي حتى، فمتفاهم وياه من الصغر نلعب مع بعض، ومحمد غويف للثاني وكذي. زين سالفه حمزه الشكلاني كل مباراه وياكم، صار مدرب الفريق، ابي اتكلم على حمزه الشكلاني انا. والله حمزه الشكلاني ما ادري والله ويانا بالفريق يعني كمدرب كذي يعني نقدر اقول. البركه كابتن، وان شاء الله الدور الجاي تقدمون اكثر. ان شاء الله يعطيك العافيه. كان معنا كابتن محمد البناي، واهم كلامه انه يعني ما شاء الله عليهم لاعبين كويتيين قاعد اشوف تفاهم كبير بينهم، استوديو التحليل اكيد ما راح يخلي المباراه الا تحليل كامل، ابداع لك الملك. نبارك لفريق فيتو بفوزه على فريق الشلال 3-0، واقول حق شملال الحساوي اللي يحمل رقم 8 من فريق الشلال، امس خبيتنا وروحه ورده وخطه واتصال، وطلعنا من المشرف للجابريه ومن الجابريه للمشرف، على بنا بس اكتساح مباراه 3-0. ما اعتقد انا راح ارد عليك، اللي قاعد يشاهدونا الشباب اللي بدوانيه هم يردون عليك. انا عندي نقطه، لان تفضل شوف من الشجاعه هذا فهد ولد طارق الجراهمه، الله يخليه له، حق الدكتور ولد عسماوي شمالي شمالي بس يقول دكتور طارق انا بنتغم بولدي فهد بالشعر، وقاعد مربي له شعر قبل ترى على ابوه فنان. ايه عندك شيء؟ انا عندي شيء. تفضل. انه ما يصير انت تتحكى مساعد بس شيء لما خلص. لا 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 ما يصير تقطع الحكمه قبل لا ندش الملعب. لا لا الرد نكمل فيها. خل نحلل بعدين. اولا انا على رؤوس الاشهاد انا ما قلت شنو رؤوس الاشهاد؟ شهود. حلو؟ هذا شيء معلومه اكبر من مستواك. زين؟ انه زين خلص انا ما قلت الحضري. قلت الحضري مو قلتي؟ انت ايش تبي فيهم؟ خلوا سؤال. لا ايش تبي فيهم؟ شاهد انت لا 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 بس انا وياك اطلع من وراك 5050000 دينار ودينار ودينار 10 دينارين ما يصير انت صايم. زين خل خل عشان قاعد تغلف الناس ما يصير ما يصير لما تقول لي انا قايل الحضر حضري اسد افريقيا صديقي اسد صديقي ويلا وياك الساعه 3:30 وين ما سمعت اسد وين 3:30 يوم قاعد هني قبل اصلي انا كنت قاعد الصلاه زين تفضل كابتن. بس لاحظنا فريق فيتو العناصر الموجوده فيه عناصر كلهم كويتيين، من الفرق الصراحه اللي انا اتمنى لها الوصول للدور النهائيه، لان كويتيه بحته ما فيها محترفين ولاعبين انديه كلهم يلعبون صالات. نعم. جاسم ريشد، محمد مناي، مهدي حسين، حمود الغريب، حتى حارسهم لاعب من اللاعبين المتمارسين دائما في لعبه الصالات، صراحه فريقهم جيد، اتمنى لهم التوفيق. يعني شفنا فريق الشلال طبعا السبب الرئيسي هو عدم التمركز، عدم السرعه سواء بالارتداد او حتى بالهجمات المرتده، سنحت لهم اكثر من فرصه يعني يسددون من خارج منطقه السته، بس يعني عدم توفيق ما ساعدهم. لكن انا اقول ان طريقه لعب فيتو اليوم هي اللي اجبرت فريق الشلال انه يتراجع، لانه قاعد يدورون اللعب صح، يلعبون 2-2 يفتحون اللعب، في عندهم مهارات فرديه، في عندهم استعداد للتسجيل، فكل التوفيق لهم صراحه، اتمنى لهم انهم يوصلون الادوار النهائيه. كابتن خالد الفضلي لك ذكريات جميله اثناء المنتخب، معسكرات مع ضيفنا الكابتن ثامر عناد، تحديدا برشلونه 92 ب 94 بهيروشيما، الهوى لك. جزاك الله خير، بس ايش يعني قاعد تنقذني على ابو علي صح؟ عادي بعد بالله ما لبستك تغلى بنفسك تغلى بنفسك. لا شوف ابو علي تجمعني في ذكريات تلميع ما تبي لا لا اقص الحديث خلني اسال عندي اسئله تجمعني في ذكريات مو طبيعيه، يعني
اعتقد أسوأ ذكرى له أسوأ ذكرى وانتو تبونها صار تبون الشخص اللي بنتكلم عنه تبوننا نحطه بمكان له حبيبي كانوا ذا يوم من الايام بالغرفه رميته تصفيات معسكر لندن حلو كان يلعب بالغرفه مالك الجواب مالك مالك عندكم لان مالك مالك معاذ لا احنا نجيب مالك القلاف تفضل عموما زين المهم مالك القلاف يا بغرفه انا وياي محمد العدواني كابتن الكبير محمد العدواني كنا غرفتين لازقين ببعض احنا كنا انا محمد العدواني كنا نقدم امتحانات ثانويه عامه بوقتها بلندن فكنا ندرس وكذا فكان مالك مودي فاعتقد ابو عذبي كره كونه ويا مالك ليش؟ لان مالك يتحرش باللاعبين والجزء ياخذه وين بالغرفه فمن اللي تعذب؟ خلاص ابو الابجوره في شيء عنده غير الابجوره؟ حبيبي اي ابجوره كان يا بغرفة الغرفه كلها ما تعرف مالت بطافي هذه يطفوا فيها كلها فيها شيء كل يوم كل يوم اخر شيء مدافعينهم بالغرفه دفعون ثانتكم هذاك هو اللي يسوي البلوى يمكن الريال يدفع يمكن مالت القلاف يحب تغشبر بالغرفه معاها مسوي دقات بين بينه وبين ربعه يعني اعتقد مالك لكن مالك نسيب الخير يتحرش بكل الفرق وين يطقونه وين يصيدونه؟ الغرفه عندي فما ما انت ما تقدر انت متحرش فيهم خلي يطقونه برا يا جماعه اللي بيطقه يطقه برا لا يطقه داخل ملابسنا واغراضنا هذا اخر شيء خالد سوى مات المطافي فتح هذه ورشها على مالك لما خلاه رغوه كامله قال عشان ثلاث مره لانه عنده امتحانات رابعه ثانوي يا مالك اقعد يا مالك اقعد ما اقدر قمت اطلع اسكر عليه وخليه بالغرفه واطلع مالك يا الله ما قام من الغرفه كنا قاعد عندنا زين في موقف على الكابتن تامر والله شوف مواقف كثيره عرفت بس في شيء ما 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 تقدر تقوله زيت زيت شيء يعني عشان نفلتر ونطلع الزبده جايبين شوف في موقف كانوا كاظمه عندهم كخالد كابتن خالد يلعب كاظمه اول بطوله الاسويه اللي لعبتوها اول بطوله لما وياكم رومان اول محترف كنا احنا وين بالمانيا صح بالمانيا معسكر المانيا يروحون قبلنا لاعبين كاظمه عشان عندهم اللعبه يعني انا عندي بنتي الله يحفظها مالي 93 94 احنا عمرها سنه واحنا صار لنا بالمانيا تقريبا يمكن فوق الشهرين شهر شهر ونص اي شهر ونص وكنا نشخط على طوف مثل الرد يعني نفس المساجين اسرد اي والله والله يعني كنا والله كنا تني ونمسك ثلاث مرات مرنا باليوم مرنا ثلاث محاضرات ثلاث محاضرات وشنو مكان فندق اي مكان فندق بس فندق تحت الملاعب يعني ما تشوف اوادم تخيل شهر بعيد عن اي بعيد عن ويقول لك لك فري راحة بالفندق ما تطلع اوف بعد اي يعني يكرهك نظام نظام وانا تو جايبني بنت فخالد رايح وخالد كان اخر ايامه كان وياي بالغرفه طلعت مالك الحين مالك تم استبعادنا فقال لي خلاص انا باكر ان شاء الله نطير باكر راح مفاجاه لك المهم طار بالليل ولا رغم الغرفه تدق ولا ماخذ بنتي من اهلي وكان يفتر فيها وموديها بيتهم دق علي من هناك ويسمعني بنتي صغيره شو يعني هذا موقف ما اذكر اني حتى اني دمعت لان صار لي شهر ونص قال لي ادري شنو حالتك لان حاط صورها انا على المنظر انا وياه بالغرفه قال ادري شنو حالتك بس انت رحت مالك شغل هي بخير وزينه صارت خاطره صوت البنت لانه بنفس اللحظه كان مقابل يعني كانت صور بنته صوب المقابل كان محمدين حاط صوره عقربين عرفت فكانت الصوره ابو سعد هذا اللي كنت ضايع بالطاجه فما ما سهل ابو مرزوق يعني انه صدق وهذا كان يفتر مع عنهم حتى هديته ترى قال لي حق حنان يعني انا عندي عذبي ما شاء الله ثالثه ثانوي الحين هو يسميني ابو حنان يعني لانه متربيه عنده يعني وهي ما شاء الله الحين اولى ثاني يعني هذا الدور قمتوا فيه يمكن اكثر الاخوان يعتبروا معسكرات ترفيهيه وما يدري انها عمل نفسي وتعب وشجاع يعني بس لما نتفق مع ارضيه الملعب مع زميلنا ابراهيم الهشال صوت وصوره معك شكرا جزيلا لابداح السهلي وشكرا للاخوان الكباتن الكبار هنا في الاستديو وهذا اللقاء اللقاء الرابع الذي يجمع الفريقين ما بين فريق برشلونة وفريق الدكتور نشأت في رابع اللقاءات التي تجمع الفريقين ما بين الفريقين فريق برشلونة باللباس الذهبي على يعني يسار السادة المشاهدين
في تشكيلته اليوم احمد الحميلي في حراسه المرمى، محمد الشافعي، كاظم محمدي، يعقوب التميمي، يوسف خليفه، خالد ربيع، سيد نصر الله، علي ديوان. برشلونه الذي قدم الى هذه المباراه بعد الفوز على فريق علي الفضلي في الدور الاول بثلاثه مقابل اثنين، وفاز على فريق سمير سعيد بضربات الترجيح بثمانيه مقابل سبعه. انطلق شوط المباراه الاول، برشلونه باللباس الذهبي، الدكتور نشأت باللباس الكحلي بعدما قدم الى هذا اللقاء بعد الفوز على بني قادس بثلاثه مقابل واحد في الدور الاول. تشكيله الدكتور نشأت: اشرف مصطفى في حراسه المرمى، جاسم اسامه القصار، سيد احمد، اسامه قدري، محمد جميل، عوض العنزي، علي محي الدين، نبيل جميل. هنا المتابعه فريق الدكتور نشأت، فريق برشلونه الان. يا الله يا الله على هذا الهدف، الهدف الجميل من اللاعب الواضح، اللاعب كاظم محمدي، لاعب الايراني كاظم محمدي. كاظم محمدي الذي يسجل الهدف الاول في الدقيقه الاولى. برشلونه باللباس الذهبي يتقدم بهدف مقابل لا شيء على فريق الدكتور نشأت. هنا المتابع، هنا الكرة المقطوعة، محاولة إلى الأمام، تقدم فريق برشلونة، تقدم بهدف فريق برشلونة. هنا المتابعة ولكن إلى خارج أرض الملعب. لاعب سيد نصر الله، سيد نصر الله، تسديده ولكن بجانب القائم الأيمن للحارس أحمد الحملي، تسديده من نبيل جميل. كما نتابع، حاول إلى الأمام ولكن أيضا إلى خارج أرض الملعب، تطول على سيد نصر الله اللاعب المميز في تشكيلة برشلونة. هنا وسط الملعب، تابع إلى الأمام، كرة منقولة بالطرف الأيمن. كما نتابع محمد الشافعي، محمد الشافعي لاعب برشلونة، فريق برشلونة تجد المباريات الودية لنادي كاتالونيا، نادي برشلونة سوف يلعب مع المان يونايتد ضمن اللقاءات، ريال مدريد الميلان، اللقاءات الودية استعدادا لبطولة الدوري الإسباني.